رعاية دولة رئيس مجلس الأعيان السيد فيصل الفايز، أقام سيادة المطران فيلومينوس مخامرة رئيس دير المصلبة بالقدس حفل إفطار رمضاني في منتزه الحمر بالفحيص. حضره عدد من أصحاب الدولة والمعالي والسعادة ووجهاء محافظة البلقاء وكهنة الكنائس الرسولية والنائب فوز طعيمة ورئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر وجمع غفير من المدعوين. وقد شكر المطران مخامرة الحضور على تشريفهم، داعين الله أن يعيد الشهر المبارك على الجميع بموفور الصحة والعافية تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. وقد أجمع المتحدثون في المناسبة على تأييد مواقف جلالة الملك وتأكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وشكر المطران مخامرة باسم الكنائس تبرع جلالته لترميم كنيسة القيامة. اليوم تم بنعمة ربنا في هذا المكان في منتزه الحمر في الفحيص في مدينة الفحيص بيان الحصان هذا الحفل الإفطاري في شهر رمضان اللي كان تحت رعاية دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الأفخم، وكان في حضور من مستويات من محافظة البلقاء وخارج محافظة البلقاء ومن مفرق ومن إربد ومن كافة مناطق في المملكة. الإفطار اليوم هو كان تحت رعاية دولته، الهدف والعبرة اللي كان موجودة هو حتى نوصل رسالة للعالم أجمع إنه أردننا أرض السلام، أرض المحبة والتآخي، وإنه مهما كانت الأمور مهما كانت الصعوبات بتمر فيها الشعب الأردني، ولكن ما هذا كله هو شعب مرتبط في قيادته مع مليكه وأيضا مع بعضهم البعض. وإحنا اليوم قدمنا رسالة عن المحبة والتآخي الموجودة، وبرضه من خلال هذا الاحتفال أيضا أيدنا على الوصاية، وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظ الله ورعاه على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وعلى شرعيته في هذه الوصاية، وأكدنا أيضا على الإجراءات اللي قام فيها في الفترة الأخيرة عن في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية وتأكيد على إقامة دولة فلسطينية وعاصمة القدس حتى توجيهاته. فكان هذا كله ضمن احتفالنا اليوم حتى نوصل رسالة إنه إحنا دائما شعب واحد في كلمة واحدة ملتف مع بعضهم بعض حول قيادته لهدف السلام وإحلال السلام في المنطقة، لأنه إحنا كمان في هذه الأيام المباركة اللي عشنا فيها فرح ومنعيش لغاية الآن فرح القيامة، وفي الشهر الفضيل إحنا بحاجة إلى السلام والأمان والاطمئنان، وهي هي رسالتنا، رسالة الكنيسة ورسالة دور العبادة، إنه نعطي الأمان والاطمئنان، لأنه هذا بحاجته إحنا شعبنا وحاجة الجميع له حتى نصل إلى بر الأمان والخلاص. لأنه دائما الحياة بدون محبة، بدون تسامح، بدون جهد كمان حتى الإنسان يحصل على سلامه ما بكون لها معنى. فهذا الشهر هو شهر برضو تسامح محبة، فحبينا نشارك مع بعضنا البعض في هذا الحفل اللي الحمد لله كان في حضور على مستوى شخصيات كبيرة، وكان الجميع أصدر أو أعبر عن فرحه وسعادته في هذا الاحتفال اللي كان طابعه هو طابع ديني، طابع تآخي، طابع محبة، وأيضا طابع نصر للقدس ولقضية القدس وتأكيدا للوصايا الهاشمية.